مساء الخير. أنا الدكتور هاني راجي، رئيس أقسام القلب في معهد القلب القومي في إمبابة. إحنا النهاردة في مؤتمر مهم مشترك بين السي في راب، ده جمعية قلب أسكندرية، والجمعية الأوروبية للقلب اللي بعتت أكبر ثلاث خبراء فيها بيقدموا الجديد في علاج ضغط. الجمعية الأوروبية للضغط أسفي اللي بعت أكبر ثلاث خبراء فيها بيقدموا إيه العلاج الجديد في مجال ارتفاع ضغط الدم. طب إيه أهمية ارتفاع ضغط الدم؟ الحقيقة ضغط الدم هو الأب الشرير لمعظم الحاجات اللي كلنا بنخاف منها. ضغط الدم هو الأب لجلطة المخ والشلل النصفي. ضغط الدم هو الأب للفشل الكلوي وغسيل الكلى. ضغط الدم هو الأب لجلطات القلب. ضغط الدم هو الأب لهبوط وظيفة عضلة القلب. وضغط الدم هو الأب الكبير للارتجاف الأذيني، وده واحد من أسباب لخبطة النبض. يعني ضغط الدم بيسبب أمراض كتير، واتقال حاجات مهمة جدا. اتقال أهمية ان احنا نقوم بعمل توعية للمريض بتاعنا، ما نقومش دكتور منشي حط المدد، الدكتور مانولس من اليونان حط المدد اللي الدكتور بيقديها مع عيانه. قال الدكتور بيقدي مع العيان عشان يديله دواء هيمشي عليه مدى الحياة اقل من 10 دقايق، ولو اضاف دواء تاني في زيارة بعدها بيكون في 57 ثانية، يعني اقل من دقيقة بيقوله طب خد الدواء ده كمان. عدم وجود الشرح للمرضى ده شيء مخيف، لان في ناس كتير مش عارفه هي بتاخد دواء الضغط ليه، مش يعني فاكر انه بياخده عشان رقم، ولا فاكر انه بياخده عشان ما يجيلوش صداع، مش عارف انه بياخد دواء الضغط عشان ما يجيلوش جلطه في المخ وشلل نصفي، بياخد دواء الضغط عشان ما يجيلوش فشل كلوي ويغسل الكلى زي ما وباقي الحاجات اللي انا قلتها. لو الانسان عارف ده هيهتم. مهم جدا كمان انه هو بيدوله دواء الضغط يقولوا له ايه الاثار الجانبيه المحتمله. مفيش دواء بدون اثار جانبيه، بس في ادويه مصممه انك تاخدها مدى الحياه واثارها الجانبيه خفيفه جدا، ولو ظهرت بوضوح ممكن طبعا اي دواء ان هو يتغير. اتناقش برضو حاجه مهمه جدا، وهي ما تسمى بالانجليزيه الادهرنس وما يسمى بالبرسيستنس. الادهرنس هو ان الدكتور يكتب لك الدواء وانت تفضل تاخده تبلعه، يعني انت ممكن هو يكتب لك الدواء وانت تاخده يوم ويوم ما تاخدوش، والعلبه تخلص فتقعد 3 ايام على ما تشتري علبه تانية، وتقول انا ايه هبتدي اخد يوم او يوم لا لان ضغطي اتظبط. ده هو البور ادهرنس اللي هو عدم اخد الدواء بانتظام، وده في ضغط الدم خطير، قد يكون يعني مش عايز اقول قاتل. وتقال حاجه تانية كمان هي البرسيستنس، يعني اوكي ادهرنس ده لمده، انما واحد كتب يعني هو الراجل حط كرتون كده زي نكته زي اللي كان بيحطها مصطفى حسين لدكتور بيدي العين برطمان كبير قوي اكبر من العين نفسه وبيقول له خد قرص كل يوم واشوفك بعد 35 سنه، كان نوع من التهريج، يعني انه دواء الضغط ده انت بتاخده المفروض تفضل تاخده على طول. طبعا في ناس كتير قوي ما فيش عندها البرسيستنس دي، وده مش غلطه المرضى، احنا لا نلوم المرضى ابدا، غلطه السيستم، مفيش متابعه مفيش اهتمام. بعد فترة تبص تلاقي حد كتب له دواء ضغط محدش بيتصل بيه، هو يبطل يقيس الضغط ويبطل ياخد الدواء، أو يقيس الضغط يلاقيه تحسن بسبب الدواء فيقوم يبطل ياخد الدواء. دي كلها حاجات بشرية، ضعف بشري بيحصل لناس كتير مش قصدة، بسبب حاجة مهمة جدا، إن ضغط الدم الحقيقة هو مرض ملوش أعراض، لا بيعمل صداع ولا بيعمل أي حاجة ولا تحس بأي حاجة، هو زي ما سموه القاتل الصامت. فأنا بوجه نداء من فضلكم قيسوا ضغطكم مظبوط، ما تتسرعوش لو طلع قراية عبرة وتقوموا واخدين دواء، لازم التشخيص ليه قواعد واضحة جدا ومحدش يستعجل في أخذ دواء من قراية عبرة مرة صداع، ده كلام في منتهى الخطورة. بعد ما الضغط يتشخص ويكون متشخص بدقة وطبيب محترف واصف الدواء، الدواء ده لازم يتاخد بانتظام وهو هيتاخد مدى الحياة. علاج الضغط زي النضارة اللي أنا لابسها، علاج مدى الحياة. مع تمنياتي للجميع بالصحة الجيدة، وألف شكر وسلام.